جنو توكس. أهلا بكم متابعي جنو توكس. انتهيت من عمل مونتاج ورندر تصدير للمشروع لحلقة سأقوم برفعها على قناتي جنو توكس، لكن الملف الناتج يكون بحجم كبير نوعا ما. مثلا في هذا الملف قد أنتج عنه ملف بحجم 183.5 ميجا بايت. أريد تقليل هذا الحجم هذا الملف لكي تكون عملية الرفع في مدة أقصر. كل ما سنحتاجه لذلك هو برنامج VLC. نفتح برنامج VLC ثم نأتي إلى وسيط أو ميديا، نأتي إلى فتح أسطوانة، ثم نأتي إلى ملف، نختار Add إضافة، نأتي إلى المشروع الذي أو المجلد الذي به الملف، هذا هو الملف كما ذكرت بحجم 183.5. نقوم باختياره، نأتي إلى هذه الخانة التي بها شغل، نقر على السهم الصغير ثم حول أو نضغط على اختصار Alt زائد O، ثم نختار الصيغة التي نريد التحويل إليها. سأتركه في فيديو H264 والصوت MP3 وصيغة الملف ستكون MP4. ثم اختار المكان الذي سأخرج به المشروع، سأتركه في نفس المكان، أضيف عليه رمز زائد لكي لا يقوم بإكراز أو محو الملف الأصلي، ثم حد. سأبدأ عملية التحويل. ستبدأ عملية التحويل كما تشاهدون هنا في الأسفل، تبدأ عملية التحويل. نلتقي بعد انتهاء عملية التحويل. ها قد انتهت عملية التحويل بنجاح. سنتفقد الملف الناتج، انظروا تقريبا أقل من النصف، أقل من النصف كما تشاهدون، ملف 183 وملف الناتج بعد تحويله عبر برنامج VLC أصدر ملف بسعة 54.2 وبنفس الجودة. وبهذا البرنامج الرائع وبهذه الطريقة السهلة جدا يمكن تقليص مساحة أي ملف كبير كيفما كان إلى ملف بحجم صغير مع الاحتفاظ بنفس الجودة. أتمنى أن تكون الحلقة قد أفادتكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.